اصحى يا غو ومتع نظرك، ما شاء الله. النعام يا جماعة من الطيور الجميلة جدا، ولكن خطيرة، ممكن تضرب. وانتوا هتشوفوا دلوقتي النعام وهو بيهزر معايا، وطبعا ده مش هزار يعني. هو ضرب، هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. اللي كان في ايدي ده بيض بط، طبعا مش بيض نعام، بيضة النعام يا جماعة ممكن فوق الكيلو. والناس الجديدة لسه أدوكم معلومة أو نصيحة، يعني اللي مش بتعرف تكشف على البيض وهو في الفقاسة كويس، ومش بيعرف يتابع حالة الجنين، انت ممكن توزن البيضة، ولو لقيت البيضة بتتقل كل فترة تمام وزنها بيزيد، تعرف ان الجنين جوه شغال، طب بينمو يعني. دي معلومة بس حبيت اعرفها للمربين المستجدين في النعام. والنعام من الطيور الجميلة جدا، وطبعا هم مأمنين عليا وعاوزين يضربوني زي ما انتوا شايفين كده اهو، شوفوا عاوزين يضربوا طبعا، وانا ما وقفت لهمش، انا طلعت فوق السور على فكرة. دول دكرين تمام، ويفضل ان تخلي دكر ومعاه 2 اناث اسرة يعني، لكن الدكار مع بعضها او انك تربي مجموعات، ده لما بيكون اصلا المكان كبير وهم متربيين مجموعات من صغرهم وكده. وبرضك نفضل ان كل دكر مع 2 اناث، وكل ما يرفع جناحته لفوق كده ويفتح بقه ويجي يهجم عليك زي بالشكل ده. طبعا انا كنت فوق السور زي ما انتوا شايفين، هو الخيال جاي كمان، قعدت وانا على السور وقلت له تعالى وانا نفقعك قلم دلوقتي. لان انا في الامان بقى. شوفوا شوفوا، طبعا انا لو نزلت له هيجري ورايا وممكن يخبطني برجله، وضربته قويه جدا. شوفوا اهوت، خدوا بالكم، اي حد بيزور مزرعه نعام ياخد باله عن تجربه. لان يعني ممكن ينتعك رجلي يزعلك. فما شاء الله النعام جميل جدا، وانا من محب اصلا الطيور يا جماعة عامة. لو كنت اول مرة تشوفني برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك يا غاوي. ومعاك اسلام مملكة الطيور من منصورة مدينة بلقاس. فالنعام الطيور الجميل ما شاء الله، ده ذكر لوحده انا عازله يعني، عازلينه طبعا اهو ما شاء الله. ده المكان، ده أنثى، ربنا يبارك فيهم، حاجة جميلة ما شاء الله، وربنا يطرح البركة لأصحابهم. برضك هي عايزة تهاجم، بس دي يعني سهلة شوي، لكن الدكار ممكن يضرب ويزعل، فانتوا تاخدوا بالكم من الحاجات دي. حبيت أأكد عليكم إنك تقدر تكشف على البيضة بالفلاش لو كان عندك خبرة. مش عندك خبرة تقدر توزن البيضة وتتابع النمو بتاع الجنين. الناس اللي سألتني يا بيضة النعام بتفضل كام يوم في الفقاسة، بيضة النعام يا جماعة بتطلع من اليوم 41، أول يوم 42، يعني معاك من اليوم 40 لحد 43 لحد ما تفرخ بيضة النعام. فما شاء الله النعام الطيور الجميلة، وما فيش مشكلة لو عاوزين تربوه وعندكم مساحة كبيرة عادي ربي يا غاوي. ولكن انا برضك افضل الدجاج الحجازي، الدجاج الحجازي والطيور الزينة عامة اللي انا بشتغل فيها مش بتحتاج الى مساحة كبيرة، وما فيهاش خطورة، وبتنتج على طول مش كل سنة، وكل واحد دكتور في مجاله.